الرد الثاني قلنا في ايه؟ كونترا لاترال هيمي بليجيا. والهيمي بليجيا هتاخد ايه؟ كونترا لاترال تاخد الابر ليم واللور ليم والفيس. لازم الفيس هنا، لازم الفيس ليه؟ لان الفيشال اريا سبلاي بالميتال سيرنترا. عشان كده كونترا لاترال باراسيس للابر ليم واللور ليم والفيس والسنسيشن ايضا. كونترا لاترال سوس اوف سنسيشن ابر ليم لور ليم فيس، لكن مور افكشن لمين؟ للابر ليم. والليفل ده عند الايه؟ اللي الليجن هيبقى عند الليفل بتاعي طالما في كونترا لاترال هيمبليجيا، يبقى الليفل عند مين؟ التيرنال كبسول على طول. انما لو كانت على السيريبرال ليفل تعمل له مونوبليجيا بس. يعني لو عيان عنده ميدل سيريبرال ارتري ستروك كومبلينينج اوف باراليسيس اوف ذا ليفت ابر ليم اند ذا ليفت سايد اوف ذا فيس، طالما قال ليفت ابر للمونوبليجيا وليفت ابر وبعدين اون اكزامينشن ذا بيشنت ووز سيمي كونشس، يعني في سيمي كونشس افكشن. كونشس افكشن ومونوبليجيا معناها ان الليفل بتاع الليجن ده عند مين؟ از ا كورتيكال ليفل، ملوش دعوه بالانتانكا. اي حاجه تضرب الانتانكا كبسول هيمبليجيا على طول، ما فيهاش هزار. كنت راتر هيمبليجيا سواء كان انتيو سيربر ارتري او ميد سيربر ارتري او حتى بوستيو سيربر ارتري. احيانا بوستيو سيربر ارتري بيصلي لي الانتانكا كبسول ويضرب يعمل لي كونترا لاترال هيمبليجيا. هيمبليجيا معناها الليفل عند الانتنا الكبسول فما تحت. مونوبليجيا كورتيكال ليفل. واشوف الابر ليم يبقى ميدل، لور ليم يبقى الانتيلو زي ما احنا فاهمين كده؟ تمام. من ضمن العلامات بتاع السيريبرال افكشن از افيزيا. افيزيا وانا عندي في موتور افيزيا سنسوري او اكسبريسيف افيزيا، ده نتيجه ليجن في البروكاس اريا او سبيتش. ولاحظ ان البروكاس اريا او سبيتش جنب منطقه الايه؟ الماوس والفيس والحاجات دي الارتكوليشن. ليجن في البروكاس اريا او سبيتش هيديني موتور افيزيا اكسبريسيف افيزيا، معناها ان البيشنت اندرستاند الكويشن بس هي كان نوت او از نوت ايبل تو فورمولات ووردز تو برودوس سنتنسز تو ده ايه مثلا ده اكزامبل دي سبيتش اريا. في انذر نوع من الافيزيا اللي هي سنسور افيزيا او ريسبتيف افيزيا استقبال. سنسوري افيزيا او ريسبتيف افيزيا دي معناها ان البيشنت هي كانوت اندرستاند ذا كويشن، هي كانوت ايفن اندرستاند ريتن ووردز، لكن هي از ايبل تو سبيك ويل فلوينتلي. تمام. يعني تسالي اي حاجه انت اسمك ايه؟ تقول لك انا رحت المدرسه النهارده ماشي على رجلين. في حاجه انا مش فاهم هو يا اما الاثنين مع بعض، ودي بيسموها الجلوبال افيزيا. ابص لا العيان قادر يفهم الكلام ولا قادر يتكلم كويس، فالاثنين مع بعض بيسموها جلوبال. في كذا تايب من الافيزيا من ضمنهم اللي يهمكم اللي هي الايه؟ في فايبرز ما بين السنسوري او البيرنكس اريا والموتور اريا كونكتنج الاثنين مع بعض، لازم يبقى في كونكشن عشان بتفهم وتبعت لدي تتكلم على حسب اللي فاهمينه. الفايبر ده بيسموها ادكويت فاسيكلس. ادكويت فاسيكلس هذه الادكويت فاسيكلس احيانا يحصل فيها الليجن.
وتديني ايضا افيزي. ليه؟ لان انا حتى لو فهمت الكلام اللي انت بتقوليه مش هيوصل للمطر قاري عشان اعرف ارد عليك. فهي في افيزيا، بس الافيزيا ده هي بيسموها كوندكشن افيزيا. كوندكشن افيزيا. كوندكشن افيزيا مينز ليجن في الايه؟ اركويت فاسيكولاس. وكاركترستيك ليجن اذا لقيت كلمه ريبيتيشن يبقى تبعها. كاركترستيك ليها the patient is unable to repeat sentences. loss او poor repetition. ما يقدرش يتكرر. لو لقيت كلمه loss او repetition تعرف ان ده على طول اركوس فاسيكولاس على طول ما فيهاش هزار. ايا كان اللي وراها ولا اللي قدامها. repetition هي دي. لان هي دي كاركترستيك ليها. إن الـ patient is unable to repeat sentences. يعني كيف ما يعني مثلا أقول أنت اسمك إيه؟ يرد عليا أنا اسمه إيه؟ أنت اسمك إيه؟ دكتور كيف يقدر يتكلم والـ fibers أصلا مقطوعة؟ إيه؟ كيف يقدر يتكلم والـ fibers مقطوعة؟ ما أحيانا بيحصل إن إيه؟ إن أحيانا الواحد يفهم الكلام من شفايف. يعني بص الشفايف ده كرونيك ليجن. زي الأعمى. الأعمى في ساعة تبص تلاقيه ماشي في الشارع وماشي كويس جدا وعارف الرصيف وعارف الطريق وعارف كل حاجة. ليه؟ بالخبرة بتاعته. حصل فيه مال في البريم بتاعه. أو ده برضه عشان ما بيفهمش الكلام بيبص للإيه؟ كان شفايف. يشوف الايه المصدرين تيجي تقول له تاني ما اعرفش خالص ما يقولكش تاني دي مره واحده بس. فالوصف ريبتيش اول ما الاقي عيان مش عارف ايه وايه 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 وبعدين هي از انيبل تو ريبيت سنتنس او الوصف ريبتيش اول ما اسمع الوصف ريبتيش على طول ما محمد اخطر مين؟ هتلاقيها مهم. دي محترمة. دي الايه؟ الحاجات الايه اللي لازم تعرفوها وهنا الاريا ده هي البريكيونيوس
وهنا هو السنجليت جايروس. صح كده شفتوها كده؟ تمام. هبص الاقي السنترال سالكس هنا اهو ممتد على هذه المنطقه وحواليه اريا اللي هي البارا سنترال للضيوف، والحته اللي قدام ده هي موتور، والحته اللي ده هي سنسوري، والبارا سنترال لوبيول الفانكشن بتاعته موتور تو اللور لم ده والفوت والبرينية. البرينية دي مهمة جدا كمان، نمرة اتنين سنسوري يديهم برضه سنسوري للور ليم والفوت والبرينية. نمرة تلاتة ايه تاني؟ هو دول بس دي الباراسنترال. ولو حطيت الدبوس على الحتة اللي قدام السلطة دي موتور، ولو حطيت الدبوس وراها سنسوري. تمام. وبعدين هبص الاقي السنجل السلكس ده هو بيجي يمتد هنا اهو ويعمل لي جاير كونتينوس مع جايرس هنا اهو، والجايرس تلتقي في حته منفوخه كده اهو. هذه الجايرس دي اسمها ايه؟ البارا هيبوكامبس جايرس، ودي اللي بيسموها الانكس. وعلى الانفيريور سيرفيس بتاع الفرونتال لوب ده هو على الانفيريور سيرفيس بلاقي الاولفاكتوري بلب والاولفاكتوري تراك لغايه ما توصل للسنتر بتاع السمن، ومن ضمن السنترز الانكس ده اولفاكتوري ده موجود على الانفيريور سيرفيس. واكيد شفتوهم الاولفاكتوري بلب شفتوه وطلع منه الاولفاكتوري تراك بتاع الانفيريور سيرفيس بتاع الانتيريو سيربرا ارتري وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا انترنال كارود ارتري ات ذا فيرست ات ذا انتيريو بيرفوريتس سبستنس. يجي ماشي هذا الانتيريو سيربرا ارتري ادي السيركل اوف ويلز برضه عشان تبقى واضحه. الانترنال كارود ارتري اهو بيدي تو تيرمينال برانشز الانتيريو سيربرا ارتري اهو، والانتينا كرون ارتري الناحيه الثانيه يدي الانتيريو سيفرال ارتري، وما بينهم في الانتيريو كوميونيكيتنج ارتري. الانتينا يجي مد البوستيريو كوميونيكيتنج ارتري، والبوستيريو كوميونيكيتنج ارتري يروح يوصل لمين؟ للبوستيريو سيفرال ارتري وذا البازلر ارتري وذا السيركل اوف مين؟ ده الانتيريو سيفرال ارتري. وفي انتيريو كوميونيكيتنج ارتري تمام. هبص الانتيريو يجي ماشي في الكلوزا سالكس ده، ماشي في السالكس ده ويدي البرانشز بتاعته للكوربس كلوزا، ويدي البرانشز بتاعته للبارا سنترال تيوب، ويدي البرانشز بتاعته للفرانكل، ودي البرانشز بتاعته في الايه؟ الاولفاكتوري. في سنتر وان اوف ذا موتور سنترز موجود على الميديال سيرفيس قدام البارا سنتر اللي بيقول فاكرينه كان مين؟ السبلمنتري. سبلمنتري فاكرينه ده؟ ده على الميديال سيرفيس الفرونت اوف ذا بارا سنتر موجود هنا ايضا سبلاين للانتيريور سريبرال ارت، والمنطقه كلها سبلاين للانتيريور سريبرال ارت ما عدا الحته بتاعت الاوكسيبيتال لوب ده اهي الاوكسيبيتال لوب والانفيريور بارت بتاع
تمبر لوب ده هاف كل ده سبلاي للبوستيريور سيرفر ارم. ده الديستريبيوشن بتاع الانتيريور سيرفر ارم. الانتيريور سيرفر ارم ايضا بيسبلاي الانترنال كبسول. ادي الانتيريور ليم بتاع الانترنال كبسول، بوستيريور ليم بتاع الانترنال كبسول، anterior limb بتاع الانترنال كبسول، posterior limb بتاع الانترنال كبسول، ودي الجينيو راسها. ده الانتيريور limb، ده posterior limb بتاع الانترنال كبسول. وانا قلت لكم ان الانترنال كبسول هو الطريق للسيربرال كورتكس. اي حاجه نازله من السيربرال كورتكس فايبرز عشان تروح للسباين تتحرك لازم تعدي فيه. اي فايبرز نازله طالعه من تحت سنسيشن عشان توصل للسيربرال كورتكس عشان احس لازم تمشي كده. والفايبرز تتجمع من الجسم كله وتعدي في الحته الضيقه دي عشان كده تبقى كومباكتد. الفايبر تبقى كومباكتد. كومباكتد هنا اهو، ولما تطلع للسيربرال كورتكس تتفرد تاني. وهي طالعه من الانترنال كبسول لحد السيربرال كورتكس تتفرد تاني وتفان عشان تروح للديفرنت اريا بتاع السيربرال كورتكس. وتعمل لي كورونا رادياتا. او هي نازله من السيربرال كورتكس من كل حته وتجمعها في الانترنال كبسول. فبص دي عامله زي الفان لغايه توصل للكورتكس. الانترنال كبسول ده الانتيريور ليمب ده اهو، لو انا قسمته بقى تقسيمه صح 100% وايه وحطيت بقى النقط سليمه، الابر هاف والجين والابر هاف من البوستيريور ليم ده سبلاي بالميدل سيربرال ارم. اللور هاف بتاع الانتيريور واللور هاف بتاع البوستيريور بالانتيريور سيربرال ارتري. وفي ناس يقول لك لا ده سبلايد بالانترنال كاروتيد ارتري بالانتيريور كورويدال برانشز بتاعته مش هتفرق، لكن انا عايزها الانتيريور سيريبرال مش كده وبس. ده البوستيريور سيريبرال ارتري بيسبلاي البوستيريور لينك بتاع الانترنال كابسول. يعني البوستيريور سيريبرال ارتري لو اتعوض ممكن يعمل لي كونتراتر لو الانتيريور سيريبرال ارتري اتعور كونتراتيرال امبليجيا. لو الميدل سيريبرال ارتري اتعور كونتراتيرال امبليجيا. بس الليشا لازم يكون عند الليب بتاع مين؟ والهيد ريبريزنتد بالظبط كده ادي الراس اهي والجسم نايم اهو. ابر ليمب هنا ابر ليمب هنا رانك اهو، لور ليمب هنا لور ليمب هنا. برضو ايضا لازم تعرفوها لان ممكن ما يجيش فرصه. ازاي اعرف ان الليفل ده الانترنال كبسول؟ نمره واحد الانترنال كبسول ده هي هبص الاقي معدي فيها الهيرنج. عارفين الواحد الهيرنج لازم يروح اللي هو اللاترال نسبس لازم تروح لمين؟ الميديا جينيكال بودي وياخدها يوديها لغايه ما توصل لمين؟ للسنتر بتاع الهيرنج. هنشرحه كله بالتفصيل، لكن بيعدي حته نوع ووراها هنا هو الاوبتيك راديشن ماشي في الانترنال كبسول واخد الاشارات البصريه كلها يوديها للسريبر كورتكس. يبقى ده دي اوبتيك راديشن وده اوديتوري ماشي من الانترنال كبسول ايضا، لان كل الاحاسيس تمشي من الانترنال كبسول. مفيش حاجه تروح للسيربرال كورتكس
لازم تمشي من هنا نفسه. فالبصر بتاع الفايبر توصل عشان توصل للكوستة اللي هي عشان اقدر احس الصوره لازم تمشي من ده. في حته اسمها اوبتيك راديشن. برضو السمع لازم يمشي من الانتنة الكبسولة. الموتور لازم يمشي من الانتنة الكبسولة. السنسيشن لازم تمشي من الانتنة الكبسولة. فكاركترستيك ليجن للانتنة الكبسولة النمرة واحد هيميبليجيا. نمرة اتنين اكستنسيف ايه؟ باراليسيس. ليه بقى؟ لأن الفايبرز كومباكت. ايوه. كاركترستيك ليها ايضا ان الاوبتيك راديشن ده هيتضرب، يعني لو جه عيان 50 سنه كومبلينينج اوف هيميبليجيا رايت هيميبليجيا اند هومونوماس هيميانوبيا. هومونوماس هيميانوبيا انتوا عارفين ان الواحد انا لما ببص بعينيا فالعين اليمين بتشوف الفيلد ده والعين الشمال بتشوف الفيلد ده. والفيلد ده هو متقسم لحتتين. الحته اللي بره بيسموها تمبرا بتاع الفيلد، والحته اللي جوه بيسموها نيزا، والنوز هنا اهو او الميدل لاين هنا اهو. دي نيزا برضه ودي تمبرا. ده الاي فيلد بتاع كل عين. فلما بيجي التمبرا ده مع النيزل ده اهو اليمين بتاع الفيلد ده هيتضرب مع اليمين بتاع الفيلد دي يبقى هومونوماس. هومونوماس هيميانوبيا. يعني العين دي هتشوف مش هتشوف النص اليمين بتاع الاي فيلد، والعين دي برضه مش هتشوف النص اليمين بتاع الاي فيلد. بيسموه هومونوماس هيميانوبيا. هومونوماس هيميانوبيا. هومونوماس هيميانوبيا. لما الاقي هيميبليجيا هومونوماس هيميانوبيا يبقى الليفل ده عند مين؟ على طول. لان في اسئله كده عيان عنده مش عارف ايه كام سنه وكنت بين الجوب رايت هيميبليجيا. On examination of result there is right هومونوماس هيميانوبيا. So the level of the lesion is مش عارف ايه ده كابسول سيربرال كورتكس سبانال كورتكس مش عارف ايه. لما الاقي الاثنين مع بعض يبقى الانتنا الكابسول والليشن اكسنس فيهم بليجيا ما بتعمليش بروبليجيا. مش حاجه اسمها بروبليجيا في الانتنا الكابسول. هيم بليجيا. طيب الانتنا سيربرال ارتري لو حصل انه اتضرب في منطقتين للضرب بتاعه، يا اما في البروكسيمال بارت بتاعه قبل الانتيريور كوميونيكيتنج. ولو حصل الليجن بروكسيمال للانتيريور كوميونيكيتنج بروكسيمال يعني قبليه ولا حاجه ممكن تحصل، لان السيركوليشن هتيجي من الناحيه الثانيه وتعدي من الانتيريور كوميونيكيتنج وتروح للثاني وتروح للسيربرال كورتكس ولا حاجه حصل. لكن لو الليجن حصل ديستال من anterior communicating artery ده اهو خلاص بعد ما اتكون خلاص مفيش بقى ايه هيجي له منين بقى؟ ده اتقطع ده خلاص. فهيديني سيفير ليجن. الليجن اللي هيعمله ايه؟ نمره واحد قولوا هيعمل ايه؟ وبرضه عند الليفل بتاع الانتنا الكبسول نمره واحد كونترا لاترال هيمبليجيا. لكن لها كاركترستيك مور افكشن اوف اللور لين ومور افكشن اوف البرينيوم ماسكليشن. نمرة اتنين هيمي انستيزيا. دي موتور ودي سنسور. واللي هنا موتور وسنسور وبرضه ماشي في الانتنة الكبسول الموتور والسنسور لما يتضربوا هيمي انستيزيا
او لوس اوف سنسيشن على الكونترالاترال بار بتاع البودي. البرينيم هو مش خدته السنه اللي فاتت؟ خدته البرينيم السنه اللي فاتت صح؟ كبير. لا مش الحوض. لا كبير. البرينيم اللي هي المنطقه اللي انا بقعد عليها ده وفيها الاسفنكترز وفيها الانا الكنان وفيها بالنسبه للفيميل الفاجينا وفيها الماسلز اللي هي ساند الفاجينا والاسفنكترز بتاعت الانس والاسفنكتر بتاعت اليورينري بلادر. المنطقه اللي تحت دي كلها بيسموها البرينيم. دي البرينيم. الماسكوليتشر بتاع البرينيم ده والاسفنكترز ده هي سبلايد بمين؟ بالانتيوس ريفرارج. ولذلك لما تتضرب البرينيم ماسكوليتشر ماسلز في البرينيم كلها بما فيها السنتر ممكن تتاثر. اللور ليم ممكن يتاثر اكتر من الابر ليم. تمام. والمره طالما في البرينيم السنترز بتاعت البلادر ممكن تتاثر ويعمل لي يورينري انكونتنس. يعمل يورينري انكونتنس. ملاقي ميبليشيا ومعاه يورينري انكونتنس خلاص بنعرف ان ده انتو سيرفر ارت. لان مين السيرفر ارت عمره ما هيعمل. تمام. الحاجه الثالثه ابراكسيا. ابراكسيا يعني البيشنت از انيبل تو دو ذا ورك زو ذا ماسلز ار بيرفكت. يعني عند المصل بتاعتي ما حصلهاش باراليسيس لكن مش قادر اكتب. دي بيسموها ابراكسيا. ابراكسيا ان ابيليتي تو دو ا ماسكولار ورك زو ذا ماسلز ار انتاكت. ابراكسيا. ابراكسيا. زي انتوا في الامتحان كده. بس اول ما تدخلوا اللجنه تسيبوا القلم. تقعدوا نص الوقت مش عارف ورغم ان ايديك سليم لكن هو ابراكسيا. يا اما الابراكسيا دي تمتد لغايه اخر اللجنه يا اما نص اللجنه تيجي ايه نص اللجنه خلاص تعوض الثاني. دي الابراكسيا. فبيحصل ابراكسيا. ابراكسيا ليه؟ عيب؟ عشان الكومبلمنت ده الضرب وعشان الكوربس كالوزا الضرب الكوربس كالوزا بتكونكت الفول سايز اوف هيمسفير. لما يحصل كونكشن يروح الماسكولار اكت هيحصل له ديستربنس. يعني حاجه مثلا اخبط البوكس مش هعرف اخبط البوكس ليه؟ لان هنا بيدي اوامر وهنا بيدي اوامر ومفيش كونكشن ما بينهم. انما لما يبقى فيه الكوربس كالوزم سليمه الامر من هنا والامر من هنا مع بعض ببص لقيت ضرب هنا اهو ضرب من هنا. فهنا هيحصل ابراكسيا نتيجه ليجن في السبلمنتري ونتيجه ليجن في الكوربس كالوزم. في هيحصل كمان ديسكونكشن سندروم. ديسكونكشن نتيجة الافكشن بتاع مين؟ الكوربس كالوز. السيربرال كورتكس دي ديسكونكتد من الثانية. العيان عنده اتنين برين. ناحية يمين برين لوحدها وناحية شمال برين لوحدها ملهمش دعوة ببعض خالص. ديسكونكتد مع بعض. ده يقول له روح اضربها والتاني يقول له لا حرام عليك. وزي يقف ساكت، لا عارف يضرب ولا عارف يقعد ساكت، ويجي له ابراكسيا. ده برضه من ضمن علامات الانتيرو سريبرال ارت. من ضمن علامات الانتيرو سريبرال ارت ايضا انه هيأفكت الاولفاكشن. فهبص الاقي العيان ممكن يجيله انوسميا. انوسميا معناها لوس اوف سميل سنسيشن. لوس اوف سميل ليه؟ لان الاولفاكتوري بايب والاولفاكتوري تراب وهما ماشيين على الانفير سيرفيس بيجي له فايبرز من او بلس سبلاي من انتيوس ريبرال ارت.
فرحين مش هيحصل ايه الانفكشن will be severely affected. ده بالنسبه لايه؟ الانتيريور سيربرال ارت. ايضا هيحصل فيه تبدا الريفلكسز الايه؟ البدائيه الجراسب ريفلكس على ايه؟ والساكلينج ريفلكس على ايه؟ يرجع تاني. دي بريمتيف ريفلكسز الساكلينج ريفلكس والجراسب ريفلكس بتاع الاطفال الصغيرين. دي هي الميجور بتاعت الانتيريور سيربرال، لكن الميجور اللي عندي هيمبليجيا مور في اللور لين يورينري مانيفستيشن. دول العلامات اللي هي ايه؟ واضحه. دكتور الباقيين عشان يزودوا التاكيد بس. دكتور الجراسب ريفلكس ليه في الانتيريور؟ الايه؟ الجراسب ريفلكس. الجراسب؟ ايوه ليه في الانتيريور؟ لانه الجراسبر فيكس اصلا بيجي ازاي؟ ان في براملا تراكت نازله من فوق للماسلز، والبراملا تراكت ده هي يوجوال اكسايتاتوري واكسترا براملا تراكت انهبيتوري، فبتخلي الواحد يعمل المسل الكونجكشن اكوردنج النيد. يعني انا كبير، لو انت حطيت القلم دهوت ممكن امسكه ممكن ما امسكوش. ليه؟ لان انتظم مطر بالنسبه لي. لكن لما يبقى الكونكشن ما بين اللور موتور والاور موتور نيورون في الطفل الصغير ده مش موجودين، ما حصلش مايليشن لسه، فالطفل بيعمل على الاكسول ريفلكس او ريفلكس ارك في المثل هادي يمسك، هو ما وصلش لفوق السنسيشن لان ما فيش فوق ابيض خالص نهائي، فبيعتمد على الريفلكس ارك تيجي تحط القلب يجي مسك. ده الجراس بريفلكس. فلما هنا هو الكونكشن ما بين اللور موتور والابر موتور اتضرب، فاصبح يعتمد على الجراس بريفلكس. الجراس بريفلكس. تمام. ده الانتيريور سيريبرال ارتري سندروم. البوستيريور سيريبرال ارت.
البوستيريور سيربر ارتري انتوا عارفين بيتكون ازاي. البازلر ارتري ده اهو، ده البازلر ارتري عند الابر بوردر بتاع البونز بيديني البوستيريور سيربرال ارتري، والبوستيريور سيربرال ارتري ده هو بيكوميونيكيت مع الانترنال كورونال ارتري بالبوستيريور كوميونيكيتنج تمام. ولا انسى ان البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري او البوستيريور سيربرال ارتري كلمنا النيرف نمره كام؟ ثلاثة. في سؤال كده، patient complaining of مش عارف ptosis، on examination the eye is shifted downwards and laterally. Examination of the pupil dilated of its pupil. يعني اوكل موتور مين؟ نيرف باراليز. هو شوف ذا كومن. سيتي سكان شوت ان انيوريزم. وبعد ارتر. Which of the following is the most probably the site of aneurysm? Posterior communicating heart. Anterior communicating heart. Anterior cerebral heart. Middle cerebral heart. مش هيجيب البوستيريور لان البوستيريور ممكن يعمل الحركه دي. لكن لو لقيت البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري احطه على طول. بيأفكت. ايضا البوستيريور سيربرال ارتري لو حصل فيه سندروم يأفكت الاوكلوموتور نيرف. يأفكت الاوكلوموتور نيرف. ان هو بيسبلاي الميد برين. البوستيريور سيربرال ارتري ده البلاس سبلاي بتاع الميد برين. اللي طالع منه الاوكلوموتور نيرف كمان. وابص الاقي كمان ان البوستيريور ده هو بيسبلاي الميد برين. واهم كمان من كده الثالاموس. الثالاموس لارج اريا اوف ذا ثالاموس از سبلايد بي البوستيريور سيربرال ارتري. والثالاموس دي ايه المشكله بتاعتها؟ ثيرمو ريجوليشن. وايه تاني؟ السنسور فايبر بتوع عندها. السنسور فايبر اهي كلها زي ما هتاخدوها في الاسندنج تراك. ادي الثالاموس اهي، بص الميتر ميكال نيوتروس اوف الثالاموس، وبص الميتر نيوتروس اهو، السنسيشن اللي طلع من الثالاموس من اهو، ويتريليت من اهو، ويطلع من الثالاموس، يروح السيربرال كورتكس. احس بالجنين. ثالاموس. لو انا قطعت الكونكشن ده هو من الثالاموس لغايه سيربرال كورتكس المفروض ان البين يروح، صح؟ لان البين طالع من جلدي وواصل لغايه الثالاموس ويطلع من الثالاموس للسيربرال كورتكس احس بالالم. المفروض لو اتقطع الفايبرز دهيت احس هنا بقى بيحصل العكس. في البوستيريور سيربرال ارت سندروم الاقي بوست سندروم بين وسلامك بين. سلامك بين ده بين مقرف. يعني بوستيريو سيربرال ارتري سندروم بعديه الاقي العيان بيحس بألم. في الكونترا لاترال سايد بتاعه. يعني ما هي كلها كونترا لاترال. كونترا لاترال هيمبليجيا. كونترا لاترال هيمانس. كونترا لاترال مش عارف هرمون وسيمانوبي. كونتراترا مش عارف ايه، لان ده بيسبلاي سيربرال كورتكس اللي بيجي لها او بتودي لناحيه ثانيه. ابص الاقي كونتراترال بين. وبين كونتينوس بين، بين بتاع الثالاموس ريزن. الثالاموس ريزن، انتوا عارفين ان الثالاموس ده هي جزء من الليمبيك سيستم. والليمبيك سيستم ده هو الايه؟ اقول لكم ولا ما اقولكمش؟ اقولها لكم. اقولها لكم. الليمبيك سيستم ده هو في جوه المخ. في السنتر بتاع المخ. في كل الغرائز كلها. عايز اسرق، عايز مال، عايز ياكل،
عايز اشرب اي حاجه موجوده سنترز او سنتر. عايز ما اشرب مخدرات سنتر اوف ادكشن. تفتكرش الراجل بتاع المخدرات ده بمزاجه سنتر اوف ادكشن. ده كله في الايه؟ الليمبك سيستم، بما فيهم جزء من الثالاموس والهايبوثالاموس وزي ما احنا والهيبوكامبس والاميجداليا وكل ده كله هناخده حتى وطول ما تاخد الليمبك سيستم. هذا الليمبك سيستم ده هو مثلا عايز يبعت اشاره للحته اللي هي البري فرونتال، مش احنا خدنا البري سنترال والموتور اريا والسكندري موتور اريا وبعدين قلنا الفرونتال، قلنا الفرونتال اي فيل والحته الباقيه كلها ما اتكلمناش عنها. حتى على الميديا سايد تبص لها كده تكتب برا سنترال فيو والسبلمنتري والحته اللي فاضله ديت ولا حطيت فيها اي حاجه. ده الميديا فرونتال اريا. الميديا فرونتال اريا ده العقل بتاع المليان. العقل. فالليمبك سيستم ده هو اللي هو الفؤاد بالمعنى العربي. ده الفؤاد عايز اكل يتباعد ليه العقل المفكر في الفرونت. يقول له انت عايز تاكل روح عند بن داوود هتلاقي هناك في سندوتشات هناك. اضرب الراجل اللي واقف على السندوتشات دي وخد السندوتش وكله واطلع بره. خطط له الاكل. تمام كده؟ ده المخ وده الفؤاد. ده العقل وده الفؤاد. تمام. من ضمن الفؤاد ده هو الثالاموس. طب انا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال العقاب الانسان الكافر النار؟ ما قالش مثلا هيتضرب يتجلد او هيتقطع بالسكاكين. لماذا اختار النار؟ لان النار لما توصل ل الثالاموس بتفيل الهيتنج وتدي سيفير بين مع الايه؟ مع الحريق نفسه. والله ما تفهمش. فالبين بتاع الحريق بيبقى كونتينوس بين. يعني لو جبت واحد وجلدته اول 10 جلدات ممكن يتاثر، بعد كده اضربي فيه زي ما انت عايز تضربي. ولا هو هنا. خلاص حصل ادابتيشن. انما انا عايزه يتحصر طول ما هو قاعد على اللي عمله. فما فيش احسن من النار. كونتينوس بين. وحتى بعد ما النار تهمل الثالاموس شغال بالبين بتاعه. ولا ما تفهمش؟ الا فاهمين. يعني ايه؟ طيب بس عشان تفتكروا ان الثالاموس دي في سلامك بين، حاجه موضوع ضخم جدا. سلامك بين. والسوس ريبر ارتي سندروم كاركترستيك ليه ايضا سلامك بين. بص ايه؟ مقرف يعني ايه؟ يعني انا لو جبت السكينه مثلا وخبطتك بيها هتحس بالم شارب وشارب وواضح جدا. انما دي لا هو شارب ولا هو ضل. مقرف. زي ما يجي مثلا في احيانا يجي لك الم ما انتش عارف الالم ده لا مغص ولا مش مغص ولا حاجه، بس قرفك في عيشتك مش مستريحه. صح؟ احيانا الواحد بيجي له كده. احيانا بيجي له الم مش عارف ايه، حد هيكتب في دراعه مش عارف ايه، مش عارف اي حاجه دي. لكن ايه؟ مقرف. الم مقرف. لا هو يعني هو مش هيصف لك الالم بالظبط، لكن يقول لك انا في الم. يقول مغص؟ ما فيش مغص. الم حاد؟ لا. يعني هو الم ومقرف يعني مش يقدر يحدده قوي لانه ما وصلش السيبرا كورتكس عشان احدده. لو وصل السيبرا كورتكس احددهولك كويس.
انما واحد قرفان في عيشته ومش عارف السبب ايه بالظبط، مش عارف الالم اللي عنده ده ايه. برضه ذا سيم كرايتيريا شي از اسكينج اباوت unimportant areas. على فكره دي ده طبيعي عادي يعني، ما تزعليش انا بضحك معاكم. هتلاقي في حته اسمها الماكيولا،
الماكرو ده هي احسن حته في الريتنا تديك صوره، اجمل صوره واوضح صوره. فبص الاقي الفيلد بتاعي اهو نص الضرب اهو، لان هما مسمنوبي، بس في حته بتاعت الماكرة ممكن اشوف بيها الحته دي. فاهمين قصدي ايه؟ لان الماكرة ما بيحصلهاش حاجه. فالحته بتاعت الماكرة دهيت الجزء من الفيلد اللي راح، الحته اللي هتشوف الماكرة هتشوف حته مني بس. يعني انت فاهمين حاجه؟ ده مع ماكرة سكيلينج. نمرة اتنين أجنوزيا. أجنوزيا يعني إيه؟ يعني نط. أجنوزيا يعني يتعرف على حاجة. يعني مثلا أنا أشوف أخويا، أشوف كده أنا شايف بس ما أعرفش إن ده أخويا، ما أعرفش إن ده أخويا أنت مين؟ ليه؟ لأن أجنوزيا، لأن الأسوسيشن إيريا اتضرب، والاسوسيشن ايري هي اللي بتعرف لي النيتشر بتاع الصوره بتاعتي. فقابل وقابل واحد اقول له انت مين؟ يقول ده اخوه. لكن مش عارف. دي اجنوزيا نتيجه افكشن للاسوسيشن ايريا. افكشن للاسوسيشن ايريا. المنطقة اللي داخلة فيها التمبرال لوب بما فيهم من هما البارا هيبوكامبس. عشان كده ابص الاقي العيان بتاع البصير ده هو فيه ميموري افكشن. الذاكرة زي ما هتعرفوا ماسكة فيه الهيبوكامبس الليمبك سيستم. الليمبك سيستم هو فيه الذاكرة كلها. الهيبوكامبس والبارا هيبوكامبس جايروس والأميجداليا ده كله الذاكرة. وحتة منه سبلايد بهذا الميد سيربرال. فعشان كده البسوس سيربرال من ضمن الكاركترستيك ليه إن فيه ميموري ديتكت. فيه أجنوزيا. لكن هو ده اللي هيديهولي، هو ده. أهو. دي نمرة واحد لازم ألاقيه. هي دي اللي هتقولي إن ده بوستيريو سيربر ارك على طول. هم انا مصين انوبيا او السايد بوث فيلدز اوف ذا اي ذا سيم سايد ويل نوت بي سين او از نوت بي سين او ار نوت سين. المهم في ده الناحيه اليمين والناحيه اليمين راح. هم انا مصين انوبيا اول ما هم ما فيش غير بوستيريو سيربر ارك على طول. زائد حكايه الاجنوزيا وزائد الايه؟ الميموري. من ضمن الكاركترستيك بتاعته البين. عشان بيغذي مين؟ سلامك بين. بوست سندروم سلامك بين. دي كاركترستيك ليه لان الميجور بلس سبلاي بتاع الثالاموس زي ما هتعرفوا بعد كده ان ذا بوستيريور سيربرال ارت. ذا بوستيريور سيربرال ارت بيسبلاي الميجور بارت بتاع الثالاموس والسب ثالاموس كمان والبيزل جانجلي. هتاخدوها لما تاخدوها. يعني مش لازم اقول لك مثلا فيه ممكن الاقي كورين، ممكن الاقي هيميباليزموس. الهيميباليزموس ده معناها الساب ثالاموس اتضرب. كوريا ده هي معناها كودين نيوكليوس اتضرب. ودي تلاقي فيه ابنورمال موفمنت. الهيميباليزموس تبص تلاقي جسم النص الواحد من ذاك بيتحرك ايه؟ حركات لا اراديه كده وبيرموس لس رايسنج كده يعني اكنه ايه؟ ورجليه كمان. الهيميباليزموس يعني نص جسمه. دي كاركترستيك للساب ثالاموس. الساب ثالاميك الساب ثالاموس بتاعتك تدي لي هيميباليزموس. الكورية ابنورمال موفمنت في الجسم كله. كوريك موفمنت. دي لو ضربت الكودين نيوكليس. لو ضربت الكودين نيوكليس.
خدتوها ولا لسه ما خدتوهاش؟ لسه. مامتي في كوريا لسه. لسه في صوره كمان من الفلسفه المطلوبه في مامتي في كوريا. عندكم في العالم بس ما خدتوهاش. ولا خدتوها. طيب فسلامك بين abnormal movement contralateral لان بيغذي السلمس والساب سلمس لو ضربت الساب سلمس يجي باليزمس زي حركات باليزمس يعني زي حركات الباليه بالظبط بس في نص نص الجسم يعني الساب سلمس اتضرب وكوريا وهرمون مصري انوبيا وممكن يحصل بقى هيميوليشيا الهيميوليشيا ده هو لان البوستيريو سيربر ارتري بيسبلاي الانتينيوس والصوت ان في ناس بينجوا هذا وفي ناس بيقولوا لا وفي ناس محترمين جدا بيقولوا اه وطالما هيحصل معاه هيميوليشيا يبقى اه بيسبلاي البوستيريور لين بتاع الانتنا نفسه وليشا فيه يعمل لي هيميبليشيا زي الميد سيربر ارت زي الانتو سيربر ارت ده ايه؟ البوستيريور سيربر ارت